يختي سيبه يشم هوا ياخد نفسه. رايحة فين يا بت؟ طالعة يا حبيبتي. طالعة؟ بس المرة دي مش راجعة واصل. لا يا حبيبتي مفيش طلوع. ايه؟ مفيش طلوع الا لما يجي جوزك، ولا انت فاكراها يعني وكالة من غير بواب؟ لا ما البواب قدامها، بس انا ما بحبش اكلم البوابين ولا الخدامين. خدامين؟ مين دول الخدامين يا بنت الكلاف؟ الكلاف ده برقبتك انت وعيلتك كلها. اقول لك اطلعي، يمكن لما جوزك يجي وما يلاقيكيش الدم يضرب في نافوخه ويطلقك ويجيب ايه اللي تشيله وترمي. اللي تشيله وترمي. ضحكتني يا شمس. يا بنت الحال من بعضه، لما تبقي تحبل انتي ابقى حبلانة. تقصدي ايه يا نادية؟ اللي بيته من جزاز يا حبيبتي ما يحدفش الناس بالطول. بالك يا بنتي يا شمس، يوم ما تحبلي هرش الارض شربات، اعمليها انتي بس. تصدقي انك مش متربية وناقصة رباية بجد؟ انا ناقصة رباية، امال ايه؟ بس الدور والباقي عليك انتي. انتي مفكرة اني فتحي ده متجوزك عشان جمال خطوتك، عشان مال ابوكي، عشان العزب واللطيان. خليه بس يحس ان الحاج عبد الحكيم هيطرده من الجنة اللي متنغنغ فيها، وحياتك انتي هيقلعك زي الصرمة. انا صرمة يا بنت الصرمة يا حقودية يا سودة؟ خلي الحقد والغل يهري وينقد جواكي، خليه ياكلك يا نادية يا بنت عبد السلام.